اهلا بيكم في اكلات ميكو. ده برنامج واقعي بيتكلم عن الاكل، وانا ما اعرفش حاجه عن الاكل، بس خدت التحدي ده عشان اتعلم عن الجنسيات المختلفه اللي عايشه في لندن، اللي بيتكلموا لغات مختلفه برضه. بس الحاجه الوحيده اللي هتجمعني ما بيني وما بينهم هي الاكل، لان الاكل ما فيهوش لغات. هم هيطبخوا وانا هاكل، انا هتعلم وانتوا هتتعلموا. اذا تريد اعطيك درجه عليها خلي لك 2/10. الله على الدرجات الحلوين. إيه نعم. الله على الدرجة. أنا مش هشتغل معها الست دي. أنا مش جاي أقول لكم أنا طباخ، لأن أنتم عارفين أنا مش طباخ. أنا جاي ألهمكم تعملوا حاجة جديدة، وجاي أخش في حاجة أول مرة أشوفها. فتعالوا شوفوا إيه اللي جرى في الرحلة. أكلات ميكو ليست مجرد طعام، إنها متعة. النهاردة هنتكلم عن المطبخ التركي. ناس سفير لموا الاكل من كل الدوله العثمانيه، من كل حته في الدوله العثمانيه، ان كانت سوريا ولا ايام ما كانوا الدوله العثمانيه، وكان كله بيجيب للسلطان الاكل من اشهى الحاجات. لموا وبعد كده راحوا باكلهم غزوا العالم. منكم يا تركوا. عشان كده انا اخدكم النهارده تشوفوا كبد وكلاوي ولحم وفراخ وكل حاجه على الفحم زي ما بيعملوها التركوا بالظبط. وكمان هاخدكم على مكان نسمع فيه مزيكا تركيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول واحد عرفكم بيه فريق العمل النهارده. واتس يور نيم؟ عبد الرؤوف. شيف عبد الرؤوف هو صاحب المكان هنا اهوت، وهو هيبقى فريق العمل اللي هيطبخ لنا النهارده. هوريكم كل المشويات. اند سكند وان، تاني واحد معانا النهارده شيف رجب. اكسكيوز مي، هاو ار يو؟ اول جود. واتس يور نيم؟ رجب. بالطريقه التركيه ورجب بالطريقه المصريه. اول ما وصلت المطعم قابلت الشيف عبد الرؤوف، قلت له يا شيف لازم اشتغل معاك النهارده. قال لي لو عايز تشتغل معانا اول حاجه لازم تعملها ان انت تلبس هدومك وتجهز. نزلت اغير. جاي تاني استنوني. تا 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 تا. شيف رجب. You see? Chef, chef now. Just like you. Thank you. بقيت شبههم انا. اوكي. شيف، what are we gonna cook for today? هيعمل لنا تشيكن شيش ولام شيش وعندنا كفته، اللي عندنا زي كفته. يا جماعه شيف رجب هو السبايسي شيف بتاع النهارده. يا عيني على التقطيع. قطع الفرخه بحتتين قطع قطع، بس ايه محترف. دلوقتي بيقطع اللحمه قطع قطع. الشرق الاوسط مليانه، كلها عندها كباب، ما حدش عارف الكباب جاي منين. بس هبقول لكم بعدين. هو بيقطع الاول ويحط في كل حله ويبدا بقى يحط عليهم. بيحط شطه هنا على طريقه تركيه. افندم تمام وافندم باشا باشا وتمام. شويه ملح، فلفل ابيض وفلفل احمر وزعتر، ميلك اويل اند تشيلي بيبر. ميلك اويل مايونيز. بيقول ده زيت اللبن، واللي هو قصده اللبن ممكن يكون الزبادي، وتشيلي اللي هو الفلفل الاحمر او الشطه، وشويه ملح وشويه ليمون. قلت له ممكن اعمل معاك. ايه بعمل الفرخه وبحاول. حاولوا كده يا جماعه عشان ايه اما تيجي تعمل باربيكيو عندك في الجنينه ولا اي حته، عايز تشوي لك شويه لحمه، اهم حاجه خليها كلها تتعمق وتتوغل وتنتشر، وقلب تاني وقلب تالت وقربها كده من جنبها ومن كل حته، وتسيبها لمده ليله كامله. شيش الفراخ، بنجيب صدور الفراخ ونحط عليها فلفل اسود وملح وزعتر وفلفل ابيض، والصلصه اللي مكونه من الحليب والزيت ومسحوق الشط عشان تتبن ويبقى كل البهارات تخش من جوه كده. شيش اللحمه، بنجيب قطع لحم خروف نحط عليها فلفل اسود وملح وزعتر وفلفل ابيض، وبنحط عليها صلصه مكونه من الحليب والزيت ومسحوق الشطه. This is pepper paste which already we made it beforehand, so you need to use فلفل احمر، onion, pepper, parsley and mint. You need to use some pepper paste to give you that tangy strong flavor. هو دلوقتي قال ان هو بيجيب البصل والفلفل الاخضر يقطعهم مع بعض، يقطعهم في حتت صغيره، وبرده بالناحيه الثانيه بيجيب البقدونس والنعناع يقطعهم ويحط ده هنا في حته وده حته، ويجيب ايه شويه صلصه كده معمولين بالشطه. حط كل المقادير اللي احنا لسه قايلينها. ملاحه شو وملاحه زعتر، السموم البيضه، الملح والسكر. ايوه وفلفل ابيض كده. فلفل كويس. تمام تمام شيف، فيري تمام.
الماستر رجب واللي هو سبايسي شيف بتاع النهارده هو بيعمل كل البريبريشن بتاع المطعم هنا، خصوصا المطعم هنا جنب المدينه، فمدينه لندن اللي هي يعني البلد نفسها، بيخشوا هنا كل الناس، كل الاماكن والبنوك والمكاتب كلها بتيجي تتغدى هنا، بيعملها هو بيعملها على انها كوره صغيره. ادانا كفته دي موضوع كبير، بتيجي من جنوب شرق تركيا، مشهورين بيها، بيجيبوا لحمه مفرومه يحط عليها فلفل اسود وملح وحزمة بقدونس وبصلة كبيرة واتنين فلفل حار وشوية نعناع وطماطم متين. دلوقتي انا قلت له عرضت عليه، انا عشان عايز اتعلم، انتوا عارفين هو يعمل واحدة وانا اعمل واحدة. This is yours. You do the honors. ايه يا عم الساموراي ده وانا راح حرب ده سيخ كفتة. اه so like this and then poke in. ادخلها كده من جوه يعني مش عارف اعمل. اوب give me 5 minutes and then I'll be like chef Rajab او spicy chef. Yeah. I feel so good now. Yeah. دلوقتي هنعمل فراخ، هو هيعمل اول سيخ، انا بقول له عشان بس اعرف احط كام حته. سبع حتت. قلت له هنا في سبعة، حط اثنين، حطيت اثنين يبقى انا فاضل لي خمسه. بص بقى هو بقى يلا يا عيني العب وريهم. هوبا you're professional. I know. دلوقتي انا حطيت سته فاضل اخر واحده. تا 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 تا. دلوقتي جه دور اللحمه. لمشيش زي ما حطينا الفراخ حط اللحمه. دلوقتي جه الدور عليا. شكوا اللحمه كده من النص، حاولوا ايه؟ اوو اوكي. حطوا اللحمه وهتبوظ. والله الناس شغلتهم صعبه قوي، انا مش عارف اعمل حاجه. انا خلاص على الفيديو. شوف هيز لاف ات مي شوف رجب اولويز لاف ات ذس جود. اوكي اختار واحده كويسه بدل الفضايح اللي احنا فيها، مش عارف اعمل. It's not good but it's good. دلوقتي انا خلصت وانا هتعشى من الحاجات اللي انا take it to the grill and show you how it's done on the grill. Yeah. لحمه شيش كباب والفراخ وادانا كفته. Where is ادانا كفته come from؟ From Adana. Fantastic. The same is Adana. This is Adana. And the kofta is Adana. يا جماعة كفتة أدانا دي جاية من مدينة اسمها أدانا برضو، دي جنوب شرق تركيا، بس هم عشان كان جنب سوريا كانوا متأثرين قوي بالبهارات العربية وحاجات من دي، فليها رونق خاص والريحة حلوة قوي. أنا طول عمري كنت عدى شم ريحة الكباب من ثلاث شوارع. Yeah. All the time. That smoke, it's very nice. مرة جاية عجبني وعجيله أنا بالفيلم. The plate for you. ودلوقتي بقى ايه؟ بدأنا نحضروا الطبق. نقطعه حتة كده كأنه هرم. عيش وحط قطعوها كده وشوية سلطة هنا زي ما انتوا بقى على حسب الاختيار، شوف انت عايز تحط ايه. You do the first one Mr. Spicy Chef, I do the second one. دلوقتي هو قال لي عايز تعمل، قلت له اعمل انت الأول برضه. لازم. اه بيعمل ميكس ويحط ثلاث حتت لحمة، ثلاث حتت فراخ. أدانا كفتة، أدانا كفتة، يا سلام. That's the one I did. بصوا اللي انا عاملها. يا سبحان الله. خلاص. وثلاث طماطمات. خد لك شويه من هنا وشويه من هنا. خد لك خيارك، خد لك خيارك. شويه فلفل. ثلاثه فراخ، انا ده هعمل نفس الطبق اللي هو عمله. فموضوع سهل. مش قوي يعني. طريقه التقديم هي اهم حاجه. يعني عمل يعني التاتش الاخير. Can I try it? Of course. دي اللي انا عاملها. ايوا. دلوقتي كلكم اهو بتجربوا مش انا بس. شيف try one. احلى حاجه بقى الشيف رجب كان مش عايز ياكل. هنا بقى رد عليه الشيف عبد الرؤوف وقال له لا لازم تاكله، ده هو اللي عاملها. طعمها حلو قوي. كنت قاعد تقول الله 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 لا مش فاهم دي انا بقى، ممكن تعيدها تاني؟ اعزائي المشاهدين، احلى مشاهدين في الدنيا زي ما انا اتفقت معاكم، انا مش هسيبكم حتى في اللانش بتاعي اللي هو المفروض فتره الغداء، ساعه اللي انا بريح ما بكونش شغال فيها، راح اجيب الساندوتش بتاعي، فبدل ما اروح اجيب الساندوتش وكده وبس، قلت اجي افرجكم على كل حاجه، شكلي كده هفرجكم على كل اكل باكله. حتى بصوا الخلفيه عامله ازاي؟ المهم حضرني الاكل، انا اروح اكل اجيب سندوتش ويا رب عليك. خلاص عامل مهم شفت ما اتخرجش من الناس اللي بقابلهم في السكه، بقابلهم كل يوم لما اروح اتغدى.
Amor and you, right? Very well, very well. Arkadaş, good to see you today. I know, man. I come today for just a couple of sandwiches. I told you your meal in. No, no, I'm not. No, I'm not sitting here today. دلوقتي أنا متعود أنا بجي هنا على طول أخذ المستشفى. Take a break. Yeah, I always sit here, but today, النهاردة ناخذ تيك أواي وزان وكومنت صاحبي أموت يا. Yes. في نوعين هنا بالشاورما في البلد بالنسبة للتراكوة. في الشاورما اللي هي بتتعمل والدونر، في الشاورما وفي الدونر. الشاورما دي اللي هي شبه بتاعتنا بيحطوا حتت لحمة فوق بعض وودان ولحم. يعني ثلاث لحم 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 ثلاث رقاق من لحم رقاق لا رقاق. في ناس بتحط لحم فراخ او لحم خرفان يحضروها قبليها بيوم عشان يتبلوا اللحمه كلها، وبعد كده بتاخدهم حوالي 40 45 دقيقه عشان يحطوها كله كده، يحطها كلها في اللف بتاع ده اللي مش عارف اسمه ايه، وتتسلق بقى براحتها بقى تاخد وقتها بقى. بيفتحوا بيجي الشيف بتاعهم يحضر الكلام ده من الساعه 7 الصبح ويفتحوا المحل الساعه 12. Can I come inside? You can show me like how you cut it. Yes, you do sandwich. Yes, no problem. And then you do my sandwich. Oh, no problem. Am I paying? No problem. No, I'm paying. I'm paying. I've got money. دلوقتي انا قلت له ممكن اخش معاك اقطع لي شويه كده، وانتوا عارفين انا اما ده بتاع المنطقه واصحابنا معاك خلوني يعني ما فيش مشكله. بس القصه بقى ان هي ايه، انا لما اخش جوه هعمل الساندوتش بتاعي. خلونا نخش. Look, can I get banned or anything, huh? Yeah, don't worry about it. When the doner kebab gets cooked, you need to get the knife. You need to stop from don't kill me. Top of the doner kebab. Okay. Chill down. Okay. But you need to hold the knife properly. If you pass the doner kebab side, you need to just move it front and back. Okay. Like this. All right. What you do, you need to be a little bit pressure to knife. When you go down all the way through, okay. You have to move it. Alright. But you need to pass that knife to meat. دلوقتي هو قال لي ايه؟ Just hold it, I'm gonna show you. Okay. انا حاسس ان انا رايح حارب. المهم هو دلوقتي قال لي ان ايه؟ الحتت اللي هي بتبقى مطبوخه دي هي اللي بتقطع، مش بقطع اي حاجه. وانا بقطع بتبقى بتاخد جنب كده اهوت، بتاخد جنب وبتنزل انت على الحتت، فاهم انت؟ بس مش كده، ما ينفعش تقطع كده وما ينفعش تقطع كده. لازم كده عشان ايه؟ يبقى من بره وبس. فاهم؟ فانا بحاول افهم منه كمان لان الموضوع يعني كل الناس بتفكر ان هو سهل، بس الناس دي بتتعب جدا، واقفين قدام الحر واقفين قدام السكاكين وعمالين طول النهار، فاهم؟ فهو دي الحاجات دي بقى هي اللي هي مطبوخه دي اللي بتتعمل. مش عايز تقول بتمسك طبعا كده، طبعا مش اللي هو انت كل ما هتعمله يعني من فوق كده. يمه لوك لايك ذس لوك ولا لوك نوت لايك ذس لايك ذس. اوكي انا باين عليا مش هتعلم الشاورما ولا عمري هجيب اي حتى طريقه للشاورما. انا يعني ايه لو انا كنت داخل انا بدات استسلم. اوكي وي بيليف ان تركي وان ثينج، اف يو جيت نايف فروم ماي هاند يو غانا بي ماي انيميز. اوكي سو ذاتس واي ام غانا بوت ذا نايف هير، يو غانا كولكت ذا نايف فروم ذا بيسبول. اي لايك ذس. دلوقتي هو قال لي انا ما عندهم هم مقوله في تركيا ان هو لو انا اخذت السكينه من ايده هبقى انا عدو، فهو بيحط السكينه هناك وانا اشيلها من هناك، عشان كده احنا عملنا تسلم عادي. المهم انا هحاول اخر مره، قلت له عشان الموضوع ده شكله مش نافع معايا وشكله هستسلم كده اهوت. المره الاخيره لو ما جاش اخد بعضي وارجع زي الزبون كده اهوت وما عملتش اي حاجه، ارجع زي الزبون المحترم اخد السندوتشات بتاعتي وبكع الشغل احسن من المدير بتاعي. مش هيبقى مبسوط. Just do like this better. Yeah. Okay, I can do this way. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, you did. Oh, ده انا بقيت محترف. اوعى مش ممكن. اديني في الشاورما. اوعى قتلت. قتلت الشاورما وانا اتقتلت واتحرقت وولعت الدنيا. فاخر حاجه هعملها دلوقتي هاخد بعضي واطلع ابقى زي الزبون تاني. وديني بقى الساندوتش بتاعي. كان هاف ماي ساندوتش اند بيكوز ماي بوس از gonna kill me. This is the fresh prepared Turkish bread, the thin one. We call as lavash bread. When we cut doner kebab, we just gonna roll it up with this thin bread. We normally prepare this one freshly, but we're gonna keep it in the box and separately. When the order comes, we're just gonna put this one into the oven, just 1 minute,
it's going to be ready in the oven. And then we will take it and then we will roll doner kebab for you. It's completely fine. This one is the wrapping bread. Wrapping bread? Yeah. It's ready for wrapping now. أول حاجة بنحط العيش وبعد كده بنحط لحمة الشاورما من فوق. وفوقيها السلطة والصوص. الحاجة إن أنت ممكن تتفرج على الساندوتش بتاعك وهو بيتحضر كده. الله جميل، تحس إن كأنه ابنك في الحضانة ما شاء الله والله. والبهارات. Would you like some lemon juice in it? Of course, lemon. وكده الساندوتش جاهز. Make your wrap now. Your wrap is ready. تشكر هذا. أنت شكرا لك. I'll see you very soon. How much do I owe you? We are much. You cut your own meat, so you prepare your own bill, yeah. And that's yours. Okay. دلوقتي أنا بقول لهم أنا عايز أدفع، قالوا لي لا ما ينفعش تدفع، لأن أنت اللي قطع اللحمة بتاعتك بإيدك وأنت اللي عامل كل حاجة، يعني إحنا لفينا لك بس فمش هينفع يعني، مش هينفع ناخد منك فلوس ولا حاجة وكده. أركداش، I have to pay. Honestly. شوفوا بقى الشاورما اللي انا مقطعها هتعمل ايه، عشان هو الراجل قال لو قطع اساسا غلط ممكن يجي لك دهن زياده عن اللزوم. ما تيجي تاكل معايا؟ بس حلو اللعب من الشاورما جميله. أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم. النهاردة هاخدكم على مطعم تركي اسمه F2. ده أقدم وأجمد مطعم تركي موجود في البلد هنا. عندهم انترتينمنت في النايت، بيجيبوا موسيقى تركية، بيجي لهم تلفزيونات كتير، بيجي لهم أخبار كتير، مطعم ملوش حل. عشان كده النهاردة أنا جاي أوريكم من عنده طبق الإسكندر، كباب الإسكندر، وحاجة تانية كبدة مشوية على الفحم، وحاجة ثالثة مقبلات أو ستارترز. يلا عشان نشوف إيه اللي هيقول لنا إيه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم دلوقتي من جوه المطبخ. سبت ايرل انا بعد ما اتفرجت على المطعم وجمال المطعم، جاي دلوقتي انا اشوف اللي بيحصل ده كله. معانا الشيف نواد، الشيف باسم تركيش، ده هو دلوقتي هيحضر لنا ايه، حاجات مقبلات سخنه، وهيحضر لنا كبده على النار واسكندر كباب. دلوقتي هو بيعمل مقبلات لثلاث اربع انفار، مستخدم حمص في الطبق، ترامسلا hummus, tarama salata, haydari, yogurt stuff, and spinach. Okay. Okay, now this one's... تمام تمام. أهلاً. الترامة سلة دي بيعملوها من السمك، سمك الكود. This is baba ganoush. Baba ganoush. Like the one that you know. Yeah. But without tahini. Everywhere they do it a little different, Turkish style. Turkish style, huh? We want the Turkish style. Yeah. That's what we want. Exactly. But here they have baba ganoush. In Turkish style. بالستايل التركي مفيش احسن من كده. فول مدمس. فول مدمس. ايوه. فدلوقتي هو بيحضر الستارترز اللي هو عباره عن سمك وفول مدمس وبرجين وزبادي. This is it. This is. Can I try? Yes, of course. Is that spicy? Yes. It should be. Supposed to. Okay. Okay. Now you have the starters first. بص يا جماعة، بعد ما بيجي الطبق الأولاني اللي هو بتاع المزة والحمص وكل الكلام ده كله، بيعملوا طبق تاني، بيعملوه من السجق، ماشي، وبيعملوه من الكبدة، وبيعملوه من كفتة. دي كفتة صغيرة اسمها ميني كفتة، فطعمها is very tasty, very nice. حلو موضوع الميني كفته ده، عاملين كفته اللي هي بتاعتنا الكفته العاديه بس صغيره. Very very good, very tasty. This is kidney. Just cut them into two. Now we have some over here. دلوقتي بيحضر لنا الكبده وعيش وحاسس شويه توماتو صوص. توماتو صوص for اسكندر. اسكندريه. اسكندريه. يا جماعه وانتوا بتعملوا الكبده يا جماعه خلوا عينيكم على الكبده، اول ما لونها يبدا يتغير بتبداوا تقلبوا. اسكندر is coming up. جماعة احنا بنعمل اسكندر. لا
Now we start with the tomato sauce. دلوقتي حط عليه توماتو صوص اللي هي الصلصة. Why do you call it Iskander? Iskander, I think it must have come from Iskandaria. Yeah. Something to do with the region. شايفين شايفين هو أنا مش عارف هو بيقولها كده عشان خاطري ولا بيقولها كده علشان يثبت لي إن هي بس تبع الإسكندر الأكبر بس مش مهم. Now we have a yogurt. اللبن زبادي وعليه شوية توم وهيحطه فوق. We put a little bit of butter. دلوقتي حط الزبادي وحط عليه الصلصة وقال لك ممكن تحط صلصة الأول بعد كده الزبادي مش تفرق كتير قلت له ما كل بقه واحد وكل أحد تك. أنا خايف بلاش اللعب بالنار. Don't worry, you are safe. I am not worried. Well, that's a big knife you have. I know. Look, we cut it nice. I know, I cut it nice. Cook little dana for you. Yeah. So we carry on. Why my knife is not working? يعني دلوقتي احنا بنعمل تحدي انا هو. I think your knife. But still working. It's working. Ow. It's small. Look. Oh my. Oh, it's perfect. See, I learned from you. Very. I learned from the best. علمت منه. So دلوقتي احنا عاملين تحدي مين اللي هيخلص الاول. Okay. يبقى man versus chef. This is it. A bit on the sauce. Okay. تموش بلاش يتيمة. So this is it. Yeah. Now this is finished. هو الشاورما اللي قطعها من هنا او الدونر كباب اللي هي معموله باللحمه المفرومه ازاي اللحم ازاي الشاورما العاديه اللي هي رقايق اللحمه حطها هنا اهوت. Be careful. Don't worry. I got it already. جماعه والطبق ده انا مش عارف اعمل ايه. الطبق ده بقى احط بقى الشاورما فوق الزبادي وفوق الصلصه ودلوقتي سيحت الدنيا والموضوع بقى حرج وانا مش قادر استنى ان انا يعني Did you burn your finger? No, not really. I just managed to, يعني, not escape, to do it. يعني. Yeah. Now that is a kidneys, yeah. You place them on here like that. This is your kidney, not your kidney. Oh my God. This is a kidney. سمعين بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي كبدتك. ايه لا مش كبدتك يعني. What's that? شوية بقدونس كدهوت عشان يخليها 100-100. 100-100 ولا مش 100-100؟ مرعب. ايوه. بصوا يا جماعه المطعم هنا رقم واحد طالعين في جرايد وصحف تركية على مجلات طالع في حتة ان هو في منظمات ومعارض مع رئيس الوزراء التركي ممثلين المهم عندهم انترتينمنت في النايت بيجيبوا موسيقى تركية المهم ناس كتيرة أو هم عارف من كتر المطعم هنا عارف مستويات مختلفة في المجتمع كلها تيجي تاكل هنا هنا كل الجوائز بتاعتهم موجودة واخدين جائزة من راديو اف ام منديم البريتش ريتيل من التجارة أحسن كباب واخدين برضو شهادة هنا برضو أحسن كباب للمحل واخدين برضو من نايت اف ام بي بي سي راديو لندن إن هم أحسن مطعم واللي أنا مش فاهمه بقى ودلوقتي كمان واخدين هنا حاجات من دول تانية واخدين جايزة من البوليس ان هم بيعملوا احسن كباب ايه انا بساله حتى ما فهمتش قلت له يعني الضباط جم هنا عندك عطوك بعد كده اتنين كباب انبسطوا وجم مبسوطين قوي ما ينفعش ودول صور من ناس تانية وده رئيس الوزراء الباكستاني المطعم رقم واحد بقى له مده كتيره واهم حاجه في المطعم هنا هو ان الراجل ده اخد جايزه بياخدوها 3000 فرد في بريطانيا بس واللي هي زي الحصانه بيدوها بس للناس الكويسه دلوقتي بقى هم عشان كانوا مستعجلوني جوه عندهم شغل كتير وزحمه زي ما انتوا عارفين بصوا الدنيا هو ده صاحب المكان طلعت انا بقى جبت ايه الاكل بره كله عشان اقعد ادوق براحتي بقى عشان ما يستعجلونيش وكده واطلع بره وبتاع ومش عايزين نشوف وشك تاني قدامي اسكندر اللي هو عبارة عن لحم دونر مع زبادي لبن زبادي مع صلصة طماطم وشوية عيش من تحت يعني قريب من الفتة شوية عندنا المزة واللي هي بابا غنوه وسبانخ وترامة سلة وحمص وحاجات تانية وعندنا الطبق الثالث اللي هو مكون من حاجات تنقنق صغيرة سمول كفتة
وصدق وكبده. وهنا كبده لوحدها. قلت لكم كل حاجه جه وقت الاكل بقى. هدوق اول حاجه الكبده. Very nice. حلوه جدا. انا طول عمري بحب الكبده وهي موجوده في الزيت عشان بتبقى لسه بس دي لسه محتفظه بكل دهونها وكل الميه اللي جوه الكبده. الكبده مش ناشفه رغم ان هي كانت مشويه. انا عايز اكل الاسكندر لان انا فعلا بجد والله العظيم عمري ما اكلتها قبل كده. اخش على طول اخد حاجه ثانيه بس اول مره دلوقتي اسكندر. وعجبني الاسم عشان انا من اسكندريه. فظيعة جميلة جدا. عندك الثلاثة الطعم. بصوا بقى يا جماعة الحاجات دي لما تتحط مع بعض بتديك ايه؟ بتديك طعم اللحمة يعني اخد التماسك ما بين العيش وعندك الصوص اللي بيسهل عليك ان انت تبلع الحاجتين دولت مع بعض واللي هو صلصة الطماطم والزبادي وكله بالهنا والشفا.